السياسات المبنية على منع الحريات والأفكار والآراء والفرض القمع والإقصاء والتخوين للقوى السياسية الوطنية وتجاهل المكونات السورية وحرمان الشعوب من الحقوق في المشاركة السياسية وصنع القرار طيلة أكثر من نصف قرن أدت إلى تحول المواطن السوري إلى آلة مسيرة بيد الأجهزة الأمنية والمؤسسات السلطة في مقابل ترسيخ الحكم الفرد وتسلط الحزب الواحد ومسح الذاكرة التاريخية ليفقد بذلك الفرد والمجتمع إرادتهما الحرة. من جهة أخرى عملت بعض الأطراف على عسكرة الحراك وأسلمته وساهمت التدخلات الدولية والإقليمية كلها وفق أجنداته بزيادة التناقض والصراع مما أدى إلى تشرذم المعارضة الأمر الذي انعكس سلبا على مسار الثورة. وإننا في حزب سوريا المستقبل نناضل من أجل إعادة هذه الثورة إلى مسارها الحقيقي عبر الحوار السلمي السوري السوري لحل أزمة سوريا وكتابة دستور حقيقي يمثل فيه جميع مكونات سوريا للوصول لسوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية وطرد كل المحتلين من الأراضي السورية.